هذا هو حال الشوارع القديمة في منطقة حي السيل، حيث الأبنية التراثية على المعمار العربي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا أصبح دمارها، حيث أنهم خربوا كل شيء ولم يتركوا شيئا، لا للأصالة ولا للتراث. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه إحدى القذائف التي سقطت في هذه المنطقة. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى هذه الأبنية قد أحرقت بالكامل. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين.